العثور على كواكب تشبه الأرض هدف ثمين تسعى إليه وكالة الطيران والفضاء الأمريكية، ولبلوغ هذه الغاية تطلق ناسا صاروخا من الصحراء النائية شمالي أستراليا في أول عملية إطلاق تجاري. من المنتظر أن تطلق الوكالة صاروخا شبه المداري بحيث يمكن رؤيته لفترة وجيزة بعد ثوان من الإطلاق، وسيقطع 300 كيلومتر في الفضاء. واختارت ناسا البيئة الأسترالية لأنها جافة وقربها من خط الاستواء يوفران ظروفا مثالية لعمليات الإطلاق للفضاء. لا توجد أماكن كثيرة قريبة من خط الاستواء مثل منطقة أرنهيم الأسترالية، حيث تبعد عن 12 درجة فقط والهواء فيها جاف ومستقر. المهمة ستحمل أجهزة لقياس الأشعة السينية التي تنتجها الغازات الساخنة، والتي تملأ الفراغ بين النجوم للمساعدة في دراسة كيفية تأثيرها على نشوء المجرات وتطورها. الصاروخ سيكون مرئيا بعد 100 ثانية من الإطلاق لمدة تتراوح بين 10 و50 ثانية، وستكون فرق العمل قد تحكمت في التلسكوب الموجود على متنه. وقالت ناسا إنها ستجري 3 عمليات إطلاق من مركز أرنهيم للفضاء في يونيو ويوليو، ستساعدها في استكشاف كيف يمكن لضوء نجم أن يؤثر على قابلية أي كوكب للسكن. ناسا هي العميل الأول للميناء الفضائي التجاري الذي تديره شركة إكواتوريال لونش أستراليا، وقد سافر 70 من موظفي ناسا إلى أستراليا لأداء تلك المهام.